الخماسي المصري أحمد الوندي، السادة الزملاء رؤساء الشركات، السادة الزملاء أعضاء نقابة المهندسين، أبنائي المهندسين من جمهورية أوغندا، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable Registrar of Uganda, Uganda Engineers Registration Board, Engineer Ronald Namjera, Honorable Former Assistant Minister for African Affairs, Engineer Wael Nas, distinguished colleagues, members of ESE Supreme Council, and distinguished consultant engineers, my son, engineers from رئاسة وفد الهندسي ضم ممثلي شركات تلفي وتشو جيترا الحفر المصرية الدكتور حسن علام في زيارة لدولة أوغندا في أكتوبر 2018 بناء على الدعوة التي تلقيتها من معالي وزير الدكتور والزميل العزيز الدكتور أودونجو وناقشت مع المسؤولين الأوغنديين بداية من مقرر الطاقة والأشغال والمياه ورؤساء هيئة البترول والكهرباء والطرق ونهاية بلقاء رئيس الوزراء معالي رئيس الوزراء الأوغندي سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مشاريع التنمية الأوغندية وقد تم استقبالنا بحفاوة وترحاب كبير. قد أبدى السيد معالي رئيس الوزراء الأوغندي بدور مصر القيادي والداعم لدولة أوغندا ولأفريقيا بوطن عام. نتقدم نحن له الدعوة لزيارة مصر لتفعيل اتفاقنا على ما اتفقنا عليه في أوغندا ولمعايشة التجربة المصرية الحديثة الناجحة والاطلاع على ما تم من إعجاز هندسي متمثل في تنفيذ كافة المشروعات. المهندس الدكتور محمد شاكر مرقبي معالي وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمود حجازي رئيس شركة القبضة عضو المجلس الأعلى ووكيل النقابة وكل من ساهم وشارك في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة التجريبية، كما لا يفتني توجيه الشكر الخاص للسيد معالي سفير دولة أوغندا على معاونته الصادقة الدائمة ولزملائي أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للشؤون الأفريقية المهندس أحمد هشام والزملاء الأعزاء من نقابة المهندسين. مرة أخرى أشكركم جميعا وأتمنى استمرار وتفعيل وتدعيم التعاون بيننا وكافة الزملاء من الدول العربية الدول الأفريقية. تحيا مصر وشكري وتقديري واحترامي لكم جميعا والسلام عليكم.